معجم الغيبة والظهور. شعيب بن صالح قائد عسكري يكون على مقدمة جيش الإمام عليه السلام، أو على مقدمة جيش الخراساني بحسب اختلاف الروايات. ففي رواية عن عمار بن ياسر قال: المهدي على لوائه شعيب بن صالح. ومعنى ذلك أن شعيب بن صالح أحد القادة العسكريين في جيش الإمام عليه السلام، في حين تذكر رواية أخرى أنه من قيادات الخراساني، وهو الذي يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم. ولا تعارض بين الروايتين، إذ يمكن الجمع بينهما بأن شعيبا هذا سيكون على رأس جيش الخراساني إبان مقاتلته للسفياني، ثم يترقى بإخلاصه وإيمانه بحركة الإمام عليه السلام إلى قيادة الجيش، جيش الإمام عليه السلام بعد ظهوره. وشعيب بن صالح هذا هو من الطبقات المحرومة، إلا أنه يتميز بصلابته وتطلعاته لحركة الإمام عليه السلام ومحاولة نصرته بكل إخلاص وتفان. وهو وإن كان خروجه من الري، إلا أنه عربي الأصل تميمي النسب، فقد ورد في روايات الظهور: يخرج بالري رجل ربعة أسمر من بني تميم، محروم كوسج، يقال له شعيب بن صالح، في 4000، ثيابهم بيض وراياتهم سود، يكون على مقدمة المهدي، لا يلقاه أحد إلا قتله. وتعبير محروم أي أنه من الطبقات المسحوقة والأوساط المستضعفة المحرومة. أما لفظة كوسج فالظاهر أنها صفة للحيته، وتعني اللحية المجتمعة في الذقن فقط دون العارضين. وقد ورد في روايات الغيبة أن شعيب بن صالح يخرج قبيل ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف 72 شهرا، فيفتح بيت المقدس ويوطئ للإمام المهدي عليه السلام سلطانه.